خفت انه عمليه قلب هيدي جراحيه يعني شيء بخوف. في خطوره انه يكون في نزيف من مكان العمليه. The patient is a high risk for surgically repairing this valve. The risk is going to be too high. اول ما تبلش عندنا الاعراض ببلش العد التنازلي وهي خطوره الصمام الاورطي. We can lose it and become a major catastrophe and patient needs to go to emergency surgery. These things we can never predict but likely have not survived beyond a year. لما يجي الواحد يقول لك والله 75 سنه 80 سنه بقول لك خلاص ما تقرب عليه، لا هاي العمليه ولا درجه الخطوره اللي ممكن يتعرض لها. Abdul Rahman came to us with congestive heart failure. Now what that means is he's backing up fluids into his lungs and his body can't breathe and he's getting short of breath. تضيق الصمام الأورطي عادة لما يصير بدك تتخيل انت كفتحة بيطلع منها مجرى الدم بنسبة 3 ل 3.5 سنتي عادة الفتحة بتكون. لما تتضيق معانا لنص او 1 سنتي بصير عندنا جهد كثير كبير على عضلة القلب. اول رياكشن للقلب بيكون انه يتضخم بالعضلة. بصير عندنا تضخم بعضلة القلب عشان تحاول تقاوم هاي هذا المقاومة الكبيرة عندنا بالصمام. هذا التضخم بالمستقبل القلب يستسلم بصير عندنا ما يسمى باحتشاء بعضلة القلب. أعراضه بتبلش بضيقة بالنفس، مية على الرئة، ممكن توصل لدوخة أو حتى إغماء. بتمرق بعد أوقات هيك وضيق نفس وأوقات يشعني راسي. The patient is a high risk for surgically repairing this valve. So then the decision is made to do what we call TAVR, transcatheter aortic valve replacement. لما يبلش عندنا الاعراض عاده بنعد تقريبا سنه من الاعراض، اذا ما تصرفنا وما تعاملنا مع المريض بالشكل الصحيح ممكن المريض نفقده ويفقد عيلته والنتيجه بتكون كثير كثير سيئه. When Abdul Rahman came to us, it was down to 0.6. So the opening was very small and he's very short of breath. Now, once people come with this condition, we can usually stabilize them. But the problem is if we don't do anything to fix the valve, they'll get worse and worse. أول ما بلشت مع الأعراض، تم تشخيصه عن طريق السونار. هو عادة بيروح الواحد على مريض القلب، على دكاترة أمراض القلب، بيعملوا له سونار، وبالسونار بتبين معاهم على طول قوة عضلة القلب، تضخم عضلة القلب، ببين عندنا اي مشاكل بالصمامات. In the past, somebody in their 80s, it's really hard to do much for. So the one option is to do a very high risk surgery in an 86 year old with a very poor recovery and risks of recovery afterwards. But over the last 10 to 15 years has emerged new technologies where we're able to handle this in a catheter based approach. And that's what we offered to Abdul Rahman. ايه طبعا تغير معملك يعني اهم شيء كنت اشعر بضيق نفس كثير دائما يعني اوقات اتنفس ما كمل شو اسمه ما كمله. المشكله هون بالضبط انه المريض عمره 85 سنه. 85 سنه اذا اجانا المريض قبل 10 سنين كان قلنا له احنا اسفين ما عندنا اي حل للموضوع. بنعطيه ادويه بنروحه على البيت بنقول له رح نتابع معك رح نحاول نساعدك بس للاسف open heart surgery او عمليه القلب المفتوح كثير خطر عليك ما راح نقدر نسوي لك اياها. الحمد لله بال 2012 بامريكا تم التصديق على هذه البروسيجر اللي بسموه تافر اختصاره اللي هو زراعه صمام بديل بالشريان الايورتي عن طريق القسطره. شو يعني عن طريق القسطره؟ ما عندنا شقب الصدر العظم الصدر كله بضله زي ما هو. الاكسس تبعنا او طريق الدخول راح يكون عن طريق الإجر.
خفت إيه لأنه أنا أول مرة كمان بشوف إنه عملية غير 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 جراحية يعني. هذا تقدم كتير حقيقي، تقدم العلم، تقدم كل شيء في هالبلد. Anytime you're working on the heart, it's a big deal to explain to the patient. But once we show them what is done, what's our numbers, you know, we've done now close to 300 of these, and our complication rates are extremely low. We haven't lost any patients, less than 1% risk of stroke, less than 1% risk of bleeding. So with good proper planning, the risks of this procedure can be very, very low. طبعا المريض كان مصدوم كثير، حاول يستسلم، كان يائس جدا لانه كان متوقع انه خلص ما في اي حل غير القلب المفتوح، وهو بحاله مش مهيئه لهي الموضوع الكبير. بس احنا الحمد لله قدرنا نحكي معه بالموضوع ونفهمه انه الطريقه والبروسيجر نفسه، العمليه نفسها كثير بسيطه، ببساطه القسطره، ما رح نضطر نفتح، ما رح نضطر يقعد بالمستشفى الاسابيع الطويله، التعافي رح يكون سريع. نعم. زي ما شفنا هلا بالتشخيص اللي سويناه عندك تضيق بالصمام الأورطي زي ما كنا متوقعين، وهذا اللي بيعمل لك كل الأعراض اللي كنت تشكي منها بالفترة الماضية. حل الوحيد لازم نبدل لك إياه. الحمد لله بوقتنا الحالي في عنا أشياء متطورة وطرق متطورة عشان نقدر نبدل لك الصمام هذا. مش لازم زي أيام زمان نقعد نفتح الصدر، رح نعمل لك عملية جديدة ومتطورة كتير عن طريق الإجرين. زي القسطرة بندخل بسلك، نعم، بنوصل لعند الصمام القديم، وبمحل الصمام القديم إن شاء الله بنزرع لك صمام جديد بأخذ كل الفعالية وبيشتغل بالضبط زي الصمام هداك. بيزام بالمستشفى هولي شي 4 أيام بالضبط، بدك تنام 3 لـ4 أيام إن شاء الله بعد العملية. أوكي؟ يعني إن شاء الله إذا عملنا لك العملية بكرة 3-4 أيام بعد المستشفى بتضلك معانا، نعم، أمورك بتستقر وبنروحك على البيت إن شاء الله. هلا عشان نقدر نقرر نعمل عملية زي هاي لمريض بهذا العمر لازم نجتمع كأطباء قلب، أمراض القلب، لازم جراحة القلب تكون موجودة، ولازم التخدير نكون موجودين، لازم كلياتنا نقرر إنه هذا المريض مهيئ لهي العملية، وهذا المريض مناسب كمان لهي العملية ولدرجة الخطورة اللي ممكن يتعرض لها. So we actually spend more time planning the procedure than actually doing the procedure. So we'll spend about an hour reviewing the ultrasounds and the CT scans and deciding on the size of the valve and the approach and the potential issues before the procedure. For most patients, they can tolerate lying flat with a little bit of sedation for this procedure to be done without general anesthesia, because general anesthesia also carries risk. The patient has to be put to sleep, has to have a breathing tube and be on the ventilator, which all carry risks for people who are old, people who have lung problems, people who have problems with their heart. قلنا له انه ما تخاف، ما راح يكون في تخدير عام، لانه بتعرف معظم المرضى اول ما يسمعوا تخدير عام بقول لك خايفين ننام وما نصحى. لا، قلنا له ما تخاف، هذا ما في تخدير عام، ما في انبوب تنفس، راح نعطيك اكسجين بس بالانف وراح نعطيك مواد مهدئه. والحمد لله تمت الموافقة إنه هذا المريض مناسب لهاي العملية. The critical part of the procedure is all when we deploy the valve is only 30 seconds or less.
probably about 15 seconds. So we make sure that's the key where everyone's basically heart stops. Everyone has to be extremely focused because every member of the team has to get their job exactly right. Because what we do in that part, we stop the heart with pacing, and then we check, make sure our position is perfect, and then we deploy the valve. العملية والتحضيرات وتخدير المريض ونحطه على التخت هذا كله يمكن بوقت تقريبا ساعة ساعة إلى ربع. العملية نفسها والcritical part اللي هي الأساسية اللي كل حدا بكون focused فيها اللي هي 30 ثانية لدقيقة اللي بتم فيها زراعة الصمام بالمنطقة المناسبة. Charles, are we ready for pacing? Yes, we are ready for pacing. What settings do you want? Let's go ahead with 180 and pull out. Okay, so 180 full output is ready. The patient nice and comfortable? Patient is nice and comfortable, is lightly sedated but very comfortable, breathing nicely. Okay, everyone else ready with your role? Okay. Great positioning, you're at 50%. Okay. Okay, perfect, go full. And balloon down? Yes. Start pacing? It's done. Valve right. Deployed. Okay, let's call for echo and we'll get in an echo. Perfect, okay. Patient is stable. Perfect, let's adjust. Great, go forward. Stop pacing. So stop pacing. Move down. Great, let's back it out. Looks great. At the time when the valve is going to be placed, we have to speed the heart rate of the heart to a very fast level to allow them to place the valve correctly. And so we control those things. عن طريق الإبرة بنمرق سلك، السلك بيطلع معانا لحديد القلب، وعن طريق هذا السلك بتم زراعة الصمام عن طريق بالون، بنفخ الصمام داخل الصمام القديم وباخذ محله. هاي العملية بسطت علينا زراعة الصمام وعلاج هاي المشكلة بشكل أكثر من 95%. أستاذ عبد الرحمن، الحمد لله على السلامة، خلصت العملية وكانت الحمد لله ناجحة وانكتب لك عمر جديد. بعد عملية الدكتور محمود التحق الحمد لله. بعد ما خلص الأستاذ عبد الرحمن من العملية تم نقله للعناية الفائقة وهنيك بيتم مراقبة حالته ولحتى نتأكد أنه وضعه مستقر. And without general anesthesia, you avoid all the complications of general anesthesia, such as nausea, vomiting. These are major problems which sometimes result in patients having to be admitted for long periods after surgery. وعادة العملية ما بتكون مؤلمة لأن ما فيها شق أو جراحة يعني. فعادة المريض ما بيشكي من أي ألم إذا كان في شوية ألم من سبب العملية من مكان الفخذ ساعتها أكيد بنعطي المريض أدوية للوجع. He had a fantastic result after the procedure. He was up and about within 4 hours. He was up and walking the hallways the next day, and he's been home since that next morning. He's back to his normal life. The new valve. The blood coming from the heart is able to supply the body very well. And so they see quite a remarkable improvement in their level of activity. الحمد لله العملية كانت كثير ناجحة. العملية زي ما توقعنا بالضبط. الصمام اللي كان متضيق دخلنا بالقسطرة زي ما كنا حاكيين لك. من الإجر مرقنا الكاثتر لحد يعني الصمام كان تعبان الصمام هذا الصمام تبعك كان متضيق جدا كان زي هذا بالضبط ما بفتح وهذا اللي كان عامل لك كل الاعراض وهذا السبب يعني قبل العمليه انا بتاعت الاعراض تبعتك اشعر بضيق تنفس 100% 100%
وعشان هيك كان ضروري جدا نعمل العمليه. والحمد لله مع تطور العلم ووجود هاي الطريقه الجديده، الناس اللي زيك اللي عمرهم 89 سنه اولموست 90 سنه صار في هلا امل ان نقدر نبدل لك هذا الصمام. ايام زمان اي حدا فوق ال 80 كنا نقول له للاسف ما في اي طريقه ثانيه. الحمد لله هلا قدرنا نبدل لك اياها، واليوم شيكنا لك على الصمام، وزي ما شايفين هون الصمام عندك ممتاز جدا، بيفتح منيح بسكر منيح واموره تمام، وما صار معنا الحمد لله اي مضاعفات. اكيد انكتب له عمر جديد، لانه العمليه ساعدت انه يحل مشكله الصمام اللي هي كانت كثير عم تعطيه ضيق بالنفس وعدم ارتياح يعني بنشاطاته اليوميه. This is a very big success story because if he had gone for a surgical operation, most of the surgeons will not operate on him because the risk is going to be too high. المريض اللي كان يحتاج أسابيع عشان يتعافى ويرجع لحياته الطبيعية، هلأ صارت تاخده يوم لثلاث أيام، بروح البيت بحس بالفرق على طول، قلبه برجع بنتعش، قلبه برجع يضخ من أول وجديد بالشكل الصحيح بالشكل اللي هو المفروض. وحتى إذا إجانا مريض فوق 75 80 سنة، حتى لو عنده أمراض كتير، فعنا أتليست هذا الحل، على الأقل هذا الحل نقدر نعرضه عليه ونقدر نعالجه فيه. So it really gives him a complete new leash on life. والله طبعا كتب لنا عمل جديد، عملية قلبه ما قلبه كذا، هيدي شيء بيخوف، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. Thank you.